احتفى الحي الصيني في نيويورك أخيرا باحتفال محدود بالسنة القمرية الجديدة نظرا إلى الضرورات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لكن الأمر يعكس في الوقت نفسه ما لحق بسكان الحي من وصمة بسبب انطلاق تفشي فيروس كورونا من الصين. إنه اليوم الأول في السنة، وفي العادة نذهب للصلاة في المعابد، في 3 معابد على الأقل، من أجل الحظ اليسير والصحة الجيدة. 3 معابد على الأقل على ما تقول الروايات المتناقلة. لم تنظم مسيرات هذه السنة ولا أقامت العائلات اجتماعات كبيرة، فالمهم أن ثمة ارتياحا إلى انتهاء عام الفأر أخيرا، وأملا في أن يحمل عام الثور أخبارا سارة بعد طول انتظار. عام الثور مقبل، سيكون عاما جيدا. نعم، حتى أن الطقس اليوم جميل. وساهمت عوامل عدة في إفراغ هذه المنطقة التاريخية الواقعة في الطرف الجنوبي من مانهاتن، بينها العنصرية وسوء الفهم والمعلومات المضللة عن فيروس كورونا الذي سماه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والكثير من مؤيديه الفيروس الصيني بعد ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية. آمل أن نستطيع جميعا هذه السنة، سواء تحسن وضع كوفيد أم لم يتحسن، أن نتعلم أن نكون أكثر اتحادا وأن نحد من الانقسامات على امتداد البلاد بكاملها. وأدى الوباء الذي أودى بحياة نحو 28,000 شخص في نيويورك، وخصوصا خلال ذروته في الربيع الفائت، إلى إغلاق آلاف المطاعم والشركات في العاصمة الاقتصادية الأمريكية. وعانى الحي الصيني بشكل خاص من هذا الإغفال،